إذا جلسنا مع بعض الشباب وجرى الكلام في مسألة ما وذكرنا لهم رأي بعض العلماء الكبار، قالوا العالم هذا لا يفقه الواقع، وهذا الشيخ فقيه بالواقع ويربط الشباب بالواقع، فما المقصود بفقه الواقع وكيف نرد على هذا؟ أرجو البيان. فقه الواقع هذا أمر محدث ما كنا نسمع به تقسيم الفقه إلى فقه واقع وفقه أحكام شرعية. فقه الأحكام الشرعية هو فقه للواقع، والعلماء يطبقون الوقائع على الحكم الشرعي وعلى النصوص، فالعلماء هم أدرى بالواقع وأدرى بالحكم عليه من النصوص من كلام العلماء. أما هذا الجاهل فليس عنده من الفقه شيء، ليس عنده من الفقه شيء. يا أخي لو تسأله عن شروط الصلاة ما أجابك ولا استطاع. لو تسأله عن معنى لا إله إلا الله التي هي أوجب الواجبات ما استطاع. لو سألته عن شروط لا إله إلا الله ما استطاع. لو سألته عن نواقض الوضوء ما استطاع يجيبك، لأنه لم يصغي لهذه الأمور، وإنما همه الكلام والقيل والقال، وقالت الدولة الفلانية وقال كذا وكذا والجرائد والصحف. هذا فقهه هذا زبالة أفكار الناس، هذا فقهه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، هم تسأله عن فقه العبادات إن كان صادقا، قل أنت تقول فقه الواقع، لكن أنا بسألك عن فقه العبادات، عن أركان الإسلام، عن شروط لا إله إلا الله، عن مقتضاها، عن مدلولها، ما يستطيع يجاوب. وين يفهم فقه الواقع ذا؟ نعم.